بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، قواعد اللغة. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى متى نستعمل أ. لا نتكلم عن أ الخاصة بأفواغ، نتكلم عن أ أفيك الماكسون التي تدل على المكان. ثم سنرى استعمال شيء. إذن أ شيء. إذن سنرى متى نستعمل كل من الحرفين. كما نتكلم عن حروف الجر، أ إي شيء سوسون دو بروبوزيسيون. إذن أ و شيء كما نقول بأنهم حرفي جر. إذن سولون سو كو ديزي لو نون، إذن حسب ما يشير إليه الاسم. سولون سو كو ديزي لو نون كومبليمون دو ليو، حسب ما يشير إليه اسم. كما نتكلم عن مكمل خاص بالمكان، كأننا نتكلم عن مفعول به مثلا، لكن هنا نتكلم عن ظرف مكان. إذن سولون سو كو ديزي لو نون كومبليمون دو ليو، إذن كما نقول هنا حسب ما يشير إلى الاسم الذي يلعب دور مكمل جملة. كومبليمون يعني مكمل، المقصود أنه مكمل جملة. دو ليو يعني أنه يشير إلى المكان. حسب ما يشير إليه الاسم الذي يأتي طبعا لاستكمال جملة، والذي يشير إلى المكان. أون يوتيليز يعني أننا نستعمل لا بريبوزيسيون أ أو شيء، نستعمل لا بريبوزيسيون أ أو شيء. إذن أون يوتيليز لا بريبوزيسيون، إذن نستعمل كما نقول حرف جر أ أو شيء، نستعمل أ أو شيء بور أنترودوير لو كومبليمون، من أجل تقديم هاد لو كومبليمون. نتكلم عن لو كومبليمون دو ليو، نتكلم عن مكمل العبارة أو الجملة والذي يشير إلى المكان. أولا أ أفيك لي نون دو ليو، إذن سنرى أ مع أسماء المكان. أ أفيك لي نون دو ليو، إذن أ مع أسماء المكان. كون لو كومبليمون إت أن نون إنانيمي ديزينو أن لوكال أن أندروا. La préposition est à. Quand le complément est un nom inanimé, عندما يكون هذا le complément est un nom inanimé. يعني أنه اسم غير متحرك. يعني أننا نتكلم عن اسم يشير إلى شيء غير متحرك. يعني أنه جامد ديزينو اللوكال، ثم أنه يشير إلى المكان ديزينو اللوكال، يشير إلى مكان un endroit لوكال مقصود به موضع، مكان أو محل. لوكال ممكن أن تأتي اسما كما عندنا هنا، والمقصود به في هذه الحالة موضع، مكان أو محل. إذا نتكلم عن ليو، إذا طبعا للإشارة هنا أن لوكال ممكن أن تأتي أدجكتيف، ممكن أن تأتي وصفا، نصف شيئا بأنه محلي، بأنه محلي. إذا نصف شيئا بأنه محلي يعني أنه خاص بواحد المحل، خاص بواحد المكان. ليو لوكال، ليو كما نقول موضع أو محل. إذن لوكال كما نقول محلي أو موضعي، لكن كما عندنا نتكلم عن لوكال كاسم المقصود به ليو بارتي دان باتيمون كيا اون ديستيناسيون ديتيرميني. بارتي دان باتيمون كيا اون ديستيناسيون ديتيرميني، إذا نتكلم عن جزء من بناية، نتكلم عن جزء من بناية، نتكلم مثلا عن غرفة أو مجموعة غرف. إذا نتكلم عن جزء من بناية كيا اون ديستيناسيون الذي له توجه كما نقول ديتيرميني محدد. المقصود بأن هذا المكان أو الجزء من البناية مخصص لعمل ما، مخصص لخدمة ما. كيا اون ديستيناسيون ديتيرميني يعني أنه مخصص لغرض ما. إذا نتكلم عن جزء من بناية مخصص لغرض ما، إذا لوكال المقصود بليو موضع أو مكان، أو بارتي دان باتيمون كيا اون ديستيناسيون ديتيرميني. إذا كما قلنا هنا كون لو كومبليمون إت أن نو إنانيمي، عندما يكون هذا المكمل للجملة أنه اسم يدل على شيء إنانيمي أنه غير متحرك. نتكلم مثلا عن لي ديسان أنيمي، لي ديسان أنيمي يعني الرسوم المتحركة. عكس أنيمي هي إنانيمي يعني غير متحركة. عكس أنيمي هي إنانيمي يعني أن غير متحركة. إذن عندما يتعلق الأمر باسم يدل على شيء غير متحرك، اللوكال مكان، النون دو نفس الشيء، النون دو مقصود بليه ممكن أنه يعني أيضا مكان،
ممكن أنه يعني بلاس يعني نتكلم عن ساحة أو مكان، وبيان لوكاليتي كون نابيت إذا نتكلم عن المكان الذي نسكنه، وبيان باساج دان ليفر ممكن أنه يعني أيضا باساج دان ليفر، باساج دان ليفر إذا نتكلم عن موضع من كتاب. المقصود هنا أننا نتحدث عن نص من كتاب، ممكن أنه يعني أيضا لافاس يعني الوجه، نتكلم عن وجه شخص أو نتكلم عن وجه بناية مثلا، إذا نتكلم عن لافاس. إذا نتكلم هنا عن أندوا، كما نلاحظ بأن كلمة أندوا لها معاني أخرى غير معنى ليو، غير المعنى اللي تعني المكان. الذي يهمنا هنا أننا نتكلم عن اللوكال أندوا، إذا نتكلم عن مكان نتكلم عن ساحة إلى آخره. إذا نتكلم عن شيء يدل على المكان لكنه إنانيمي ولكنه غير متحرك، لا بريبوزيسيون في هذه الحالة إي أ، لا بريبوزيسيون إي أ. إذا في هذه الحالة نستعمل أ. إذا نقول مثلا باس على بولونجي بروندر دو باغيت، باس على بولونجي بروندر دو باغيت، إذا مر إلى المخبزة، باس سيرفير باسي هذا فعل مرة أو مضى، باس على بولونجي مر إلى المخبزة. إذا نتكلم على بولونجي، إذا نتكلم على المخبزة اللي هو مكان غير متحرك، إذا باس على بولونجي مر إلى المخبزة، كما نقول بالدارجة المغربية دوز للمخبزة. بخوند دو باغيت لأخذ دو باغيت، خبزتين طويلتين لتأخذ خبزتين طويلتين باش تجيب جوج كوميرات بمعنى آخر. باس على بولونجي بخوند دو باغيت، إذا المقصود هنا باس على بولونجي بو بخوند دو باغيت. إذا كما نقول مرة إلى المخبزة لكي تأخذ خبزتين طويلتين، إذا باس على بولونجي بخوند دو باغيت. إذا عندنا لا بولونجي، بولونجي هي متمم للجملة كما نقول، يدل على المكان وأيضا هذا المكان أنه غير متحرك، وبالتالي ستسبق بأ. نقول مثلا il travaille à l'étude du notaire، il travaille à l'étude du notaire، il travaille c'est le verbe travailler، إذا travailler يعني عمل، il travaille يعني هو يعمل، à l'étude طبعا كلمة étude تعني دراسة وتعني بحث، وممكن أن تعني كما عندنا هنا تعني مكتب عمل. إذن كما نقول هنا بأنه يعمل أليتود دي نوتير، هو يعمل بمكتب كما نقول الموثق أو كاتب العدل، إل ترافاي أليتود دي نوتير. إذن عندنا أليتود طبعا كما نقول المكتب، إذن المكتب هو يدل على المكان، نتكلم عن مكتب كاتب العدل، إذن هو يدل على المكان الغير المتحرك، وبالتالي سيسبق بدء اللي عندها أكسون. الآن سنمر إلى حرف الجر كما نقول شيء، الآن سنمر إلى لا بريبوزيسيون شيء. إذن سنرى هذا الحرف الجر شيء يعني عند، شيء avec le nom de personne، إذن شيء تستعمل مع أسماء الأشخاص. quand le complément est un nom désignant une personne، quand le complément est un nom désignant une personne، عندما يكون المكمل لو كومبليمون est un nom هو واحد الاسم désignant une personne، كما نقول هنا عندما المكمل يكون اسما مشيرا une personne، كما نقول شخصا عندما يكون هذا المكمل يشير الى شخص. la préposition est شيء، la préposition est شيء، في هذه الحاله حرف الجر يكون هو الشيء. إذن quand le complément est un nom désignant une personne، عندما يكون المكمل هو واحد الاسم يشير الى شخص، لا بريبوزيسيون اي شيء، الحرف غيكون في هذه الحاله هو شيء وليس ا. إذن prends ton pain، خذ خبزك، prends ton pain chez le boulanger، إذن خذ خبزك من عند الخباز، إذن لا نستعمل هنا ا. طبعا راينا فيما سبق à la boulangerie، هنا تنتكلم على المخبزة التي تدل على اسم مكان غير متحرك، أما في الحالة الثانية فنتحدث عن الخباز الذي هو شخص متحرك. إذن prends ton pain، خذ خبزك chez le boulanger، كما نقول عند الخباز، المقصود من عند الخباز de la rue Pasteur، من شارع باستور. نقول مثلا elle a pris un rendez-vous chez le coiffeur، elle a pris un rendez-vous chez le coiffeur، هي أخذت
موعدا عند الحلاق. إذن elle a pris un rendez-vous, un rendez-vous chez le coiffeur. هي أخذت un rendez-vous, موعدا. طبعا نتكلم على verb prendre, يعني أنك تأخذه. elle a pris un rendez-vous chez le coiffeur. هي أخذت موعدا عند الحلاق. إذن كما تلاحظوا بأن الحلاق ليس باسم مكان لكنه اسم شخص متحرك. إذن سنستعمل شيء بدل أ. سنستعمل شيء بدل أ. أيضا on utilise شيء, نستعمل شيء également أيضا lorsque l'on introduit et celui d'un endroit société comme exemple. On utilise شيء également lorsque l'on introduit et celui d'un endroit. إذا نستعمل شيء également أيضا, يعني أننا نستعمل شيء également أيضا lorsque l'on عندما يكون الاسم انترودوي المقدم. نتكلم على الفيرب انترودوير ومنها الانترودكسيون يعني المقدمة. انترودوي يعني المقدم, المقصود أنه مسبوق. اي سولوي دان اندروا, اي سولوي دان اندروا. إذن هو اسم مكان. سوسيتي كوم اكزامبل, سوسيتي كمثال, نتكلم عن شركة. بورتون لو نو دون بيرسون, عندما يكون هذا المكان يحمل اسم شخص مثلا شركة. نقول مثلا il a été pris comme stagiaire chez Renault, يعني انه هو اخذ. نتكلم على الverb prendre مصرف مع être, المقصود بان هذا لو سوجي هو الذي اخذ. il a été pris يعني انه هو اخذ comme stagiaire, يعني انه اخذ كمتدرب يدوز ستاج شي رونو, عند رونو. طبعا رونو كما راينا الان هذا الاسم يدل على مكان, مكان شركه, لكن الاسم هو اسم شخص من حيث الاصل. il a été pris comme stagiaire chez Renault, هو اخذ كمتدرب عند رونو, هو اخذ كمتدرب عند رونو, هو اخذ كمتدرب عند شركه, لكن تحمل اسم شخص. اذا نكتب بالقدر, حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.